السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بقى النهارده عشان تراست الاف اي دي هي الفراكشر افكتيف دوز اللي هي بتاعت كويستي، اللي هي قد ايه الغاز ده وصل لمرحله سامه او مقدار السميه اوكي، فده اللي احنا هنعمله النهارده. بص طبعا في ان انا ايه الموديل بتاع ده ده شكل الكونال بتاعي، انا الفاير سورس على بعد مثلا حوالي 100 متر او يعني اكتر من 100 متر من الاوتلت اوكي، والانلت هيخش من هنا، يعني كل الهواء هيبقى من هنا خروج الدخان بتاعك هيبقى من هنا اوكي. حلو قوي، انا هحط زي بروب كده او زي ديفايس سنسور بيقيس الفراكشر افكتيف دوز ومقدار السميه اللي في المكان ده. بص في طريقه ان انت على طول تحسبها دايركت، في طريقه ان انت تعملها في اكسل شيت كده وتحسبها اوكي. حلو قوي، تعالوا بس الاول قبل ما احسب اكسل شيت اجيب البيبر ان انا كنت هو ده الطريقه بتاعت الحساب الاس ان دي. لو انت البرنامج ده ما بيحسبهاش على طول تمام اوكي، ممكن نسيبها زي انها نجيب سي او في ده سي او بعد كده الفي سي او 2 بعد كده بلس عليها الاو 2 اوكي. دي الطريقه اللي هي ماشيه باس اف بي اي اوكي. مش خلينا نمشي مع بعض كده، ده حساب الاف اي دي سي او. انا محتاج اجيب السي او بتاعي الفوليوم فراكشن بتاع السي او تمام اللي هو بي بي ام، اجيب اجيب برضه الفوليوم فراكشن بتاع السي او 2 بس بالسنس اضربه في 100، واجيب الفوليوم فراكشن اوف او 2 واضربه برضه في 100 اوكي. حلو، هو بص الفوليوم اوف فراكشن اوكي. حلو قوي، خلي بالك التايم ده هنا بيرمانت، التايم هنا بيرمانت اوكي، يعني التايم هنا المينتس لازم احولها لمينتس. تعالوا بقى كده ايه نشوف ازاي نحسب. بص بقى انا رحت هنا كده بسرعه، انا الافضل ايه ان انا احط المكان بتاعي. بص خلي بالك زي ما قلت الهواء بيخش من هنا، بعد انا مثلا ناقص ان هشغل الفنتليشن مثلا في التانل ده بعد 100 ثانيه، بعد 100 ثانيه اصلا المكان ده كله مش هيبقى فيه دخان، يعني من اول هنا لحد الفاير مش هيبقى فيه اصلا دخان اوكي. حلو قوي، فبالتالي انا شايف ان انت ايه لو عايزين نحسب بقى السميه لحد 100، انا عايز اعرف مثلا لحد 100 المكان ده هيبقى الدخان فيه قد ايه، يعني ممكن هنا او ممكن هنا، شوف انت عايز ايه، يعني ممكن تحسبه هنا ولا مش فارق معايا، لان كده كده اصلا بسم الله الرحمن الرحيم المسالتين سيمتريك، مساله سيمتريك بس احنا ممكن نعملها هنا فعلا اوكي. فانا بقى مش هينفع احسب بس خلي بالك ان خروج الناس بيبقى في الاتجاه ده، خروج الدخول الفريش اير، فبالتالي افضل ان انا اقيس هنا ما اقيسش هنا اوكي. وانا هقيس لحد بدايه الفنتريشن، لان بعد الفنتريشن خلاص مش هيبقى فيه اصلا سميه، ده هيبقى فيه كله هواء فريش اير، فمش حاجه مفيش مشكله. حلو، تعال بشوف ازاي نحسبها. انا بتحط ايه؟ بتحط حاجه اسمها ديفايس، ديفايس ده هو السنسور، فانا بحط درو ديفايس، بحط في اي مكان مساحه حطيته هنا اوكي، بحط هنا مثلا بيلي ديفايس 2 اهو تمام. فابدا احدد انا عايز اقيس ايه فيه، احدد مكانه مثلا يعني انا ايه، انا نرجع بقى ايه للبروب اللي انا كنت عامله ده، المكان اللي انا كنت عايز فيه، بس خلينا دي ده وافتح ده. فانا هنا مثلا حطه عند اكس 338 وعند الواي 1.75 اللي هو هنا، والارتفاع 3 متر، يعني انا ايه انا مش قايسه عند السيلينج، يعني انا مش جايبه فوق خالص، فاهمين الفكره؟ فاهمين الفكره؟ انا مش جايبه عند السيلينج، انا جايبه عند 1.5 متر فوق المكان اللي مش فيه الناس، يعني المكان اللي مش فيه الناس مثلا ده مثلا الباث واي اللي مش فيه الناس، وده طول الشخص مثلا اوكي، مثلا بغض النظر عن الرسم يعني. فالطول الشخص ممكن يبقى 2 متر، يعني افريج 2 متر، يعني من 1.5 لحد 2 متر. انا بقى اخدت المين ان هو ايه 1.5 تمام كده، اللي هو ايه اقيس عنده 1.5، هو اصلا المكان ده عند 1 بوينت عند بوينت 6 اي ثينك صح كده، عند بوينت لا لا 1.6 تمام. فانا خدته فوقيه شفت قد ايه ارتفاع قد ايه، شوف الناس دي هيبقى عندها نسبه السميه، لو الناس بتمشي في المكان ده يبقى لحد 100 ثانيه نسبه السميه توصل قد ايه اوكي. حلو، فعشان كده عملت ارتفاع 3 متر، لان الارتفاع فوق هنا 1.5، فانا خدت 1.5 فوق يبقى ايه يبقى 0.6 اوكي. حلو ماشي. طب هنا بقى انت بتحدد ده اختار ايه. بص انا في قلت لك الفراكشن افكتيف دوز على طول احسبها، خدها من هنا اهو، اختارها من هنا اختار ايه، فانا ايه اختارها دلوقتي اهو وهعمل اوكي تمام. حلو، انا كده لما احل بقى المساله بتاعتي هيطلع لي المساله بتاعتي فيها النتائج بتاعتي اللي هي ايه الاف اي دي على طول على طول تغير مع التايم. انا مثلا احل ايه، مش خلينا احل اصلا، انا بحل ان انا بحل لحد 100 ثانيه، انا عايز اول 100 ثانيه بس، ان انا اصلا ده المهم عندي. حلو قوي، و اهو خليني اهو 100 ثانيه اوريدي فاهمها، ودرجه الحراره مش فارقه معايا في حاجه لان مفيش فنتليشن، هعمل اوكي تمام. انا اتاكد بس ان الفاير بتاعي، الفاير بتاعي احنا شغالين 5 ميجا وات، لان الاريا بتاعتي 11، ف11 في 445 54.545 كيلو وات بالمتر سكوير، في 11 يديني 5 كيلو وات اوكي، وشغال فاست تي سكوير تمام كده الهيت ريليز ريت. فايه فتعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. فانا هعمل سيف كده، عايز بقى نرن الكلام ده كله،
فانا كنت برنه في يعني انا هرنه مثلا في فايل كده اسمه شيك فاضي اهو، اتاكد انا لسه عامله، اروح اعمل فايل زي ما قلت لكم، ممكن نرن من هنا على طول هو يعمل لي فايل ويسميه والدنيا تمام، او ان انا اروح اكسبورت الفايل ده في الديسكتوب في ملف شيك واسميه تانل ريل اهو، واعمل سيف، وبعد كده اروح اقعد سي ام دي اف دي اس تمام، واحط سي دي احط الباث بتاعي اللي انا هشتغل، مش في غلط اللي انا هشتغل فيه، فاروح الديسكتوب شيك دي حتى الفايلات اتسيبت، اخد ده كوبي واروح هنا احطه، بعد كده اف دي اس لوكال، بعد كده ناقص بي اللي هو عدد البروسيسورز احنا شغالين كام. بصوا هنا شوف انا على حسب عدد المش، انا المش بتاعتي قد ايه، كام مشايه انا عاملها، كام سيل او كام ريجون، عندي 1 2 3 4 5، عندي 5 فاخري 5 كوبس اشتغل عليهم، لو انت عايز تزود بتزود عدد المش. اوكي ناقص 5 كده ناقص او، او ده اللي هو سيميليشن واحد، انا شغال سيميليشن واحد واحد، وحط اسم السيميليشن بتاعي، انا اسم الفايل اللي انا مسميه اهو هو ده الاف دي اس الاكستنشن اف دي اس، اخده اهو كوبي واروح احطه هنا واعمل او ده هيبدا ينخ، خلاص خد 5 بروسيسورز شغال دلوقتي، احل لحد 100 ثانيه ويقف تمام، فنرجع بقى بعد 100 ثانيه نشوف هو ايه اللي عمله. هو كده خلص خلاص. اوكي يبقى احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ احنا هنخلص ال 100 ثانيه، انا هروح بقى اشوف الفايل بتاعي اتسيف فين. طبعا احنا عارفين كويس ان الفايل اتسيف يعني كل الاوراق اصلا الريزلتس قصدي لو بصينا عليها كده هنبص كده مثلا يعني مثلا هنا اوكي نشوف مثلا ال 3 دي سموك واعرضه مثلا الشكل ده، تعالوا نشوف مثلا نزود السرعه شويه اللي هي 32 مثلا نشوف زي ما انتم شايفين كده ده شكل الدخان بعد 100 ثانيه، هو البداية كانت اوكي بص البداية ايه وده شكل الدخان بعد 100 سنة حلو، فانا وانا النص بتاعتي كانت هنا اصلا اي ثينك، فهي متغرقة دخان يعني فايه، فتعالوا بقى نشوف ازاي بسم الله الرحيم ده ازاي بقى طلعت الداتا بتاعتي بقى، انا عايز اطلع الداتا بتاعتي، انا مش هحط بقى ايه المفروض يبقى اوريدي سايبها لي، فانا اوريدي هو سايبها لي سايب في حاجة اسمها ديفايس اللي هو دي في تي اي في سي اوكي، ادي هو سايب لي الفايل ده، لو انا فتحت الفايل ده هو بيبقى سي اس في اللي هو كومن سيبريتد فاليوز تمام، هتلاقي يقول لك ان التايم والبروب اللي انت قيسته اللي هو الاف اي دي تمام، فانا بص انا مش محتاج كل ده في حاجه يعني انا مش محتاج كل ده في حاجه، فممكن اشيل ده ممكن حتى هنا ايه اعمله جنرال اوكي حلو، انا هنا كنت بختار ان انا خليت هنا لما بقف عليه بيقول لي والله الافريج والماكسيمم، يعني هو بيقول لي على طول ده، انا لو يعني ايه ممكن هتستعملها ازاي الناس تعملها كده او تقف هنا وتشاء انت بس عايز المينيمم اعملها من يظهرها لي، عايز والله الماكسيمم مش عايزها ما يظهرليش، عايز الكاونت هو كام واحد كام رقم، فممكن ترى ممكن ما يحتاجوش فعلا، ممكن عايز الافريج مثلا والماكسيمم ده احسن بدل ما تقعد بقى تختار كل ده تمام، وبعد كده تروح للاوتو سم تعمل بقى سبمشن او ماكسيمم بتاع، لا ليه؟ اه بص احنا انا بيقول لك والله الافريج بكذا وال ايه الماكسيمم بكذا على طول دايركت مره واحده تمام، اهو بيديها لك على طول ايه الماكسيمم 1.76 في 10 ماينس 5 والافريج 5.3 او 5.01 في 10 ماينس 6، ودي ارقام منطقيه لحد ما يعني مثلا زي هنا كان مطلع حاجات في الارقام دي في الافريج يعني في 10 ماينس 4 10 ماينس 6 10 ماينس 5 على حسب يعني اوكي بس كده ده كده الجزء الاولاني لو انت عايز يحسبها دايركت. طب لا انا مش عايزه يعملها كده، انا همشي ورا الايكويشن انا هحسبها انا يعني انا عايز احسبها بنفسي السي او والسي او 2 والاوتو والكلام ده كله، طيب مفيش اي مشكله روح برده هنا للبايروسيب في بروب 1 ده تمام كده اللي هو الديفايس اللي كان موجود هنا، هتقول له والله بص بقى هنا ايه احسب لي هنا عند المكان ده برده حاجه اسمها سبيشس كوانتيتيز، يقول لي ماشي طب انت عايز تحسب ايه الفوليوم اوف فراكشن، فعلا عايز احسب اول حاجه الكربون دايكسايد اللي هو ايه السي او 2 ماشي حلو قوي حسبنا السي او 2، خلينا نحسبها واحده يعني اول حاجه نحسبها ايه سي او، لا يبقى خليها اول حاجه سي او معلش يبقى اول حاجه الكربون مونوكسيد اوكي حلو قوي عند النقطة دي اه الفوليوم فراكشن كربون مونوكسيد واعمل اوكي حتى ممكن اسميها هنا سي او تمام كده عشان اخد بالي، واعمل بقى نفس الكلام كوبي مرتين تاني واحد اسميه سي او 2 ومن هنا اختار سبيشيز وبدل مونوكسيد اختاره ايه ديوكسيد تمام اللي هو سي او 2 تمام كده حلو، اخر واحد برضه هنا اختار سبيشيز واختار فوليوم فراكشن واختار اكسجين تمام، اختار ايه اوكسجين انا عايز الاكسجين صح كده حلو قوي، الحاجه الثانيه في الوتر فيبر في الحاجه بس انا ده اللي محتاجه في النيتروجين بس انا محتاج الاكسجين واعمل اكسجين تمام كده واسميه هنا حتى O2 O2 تمام واعمل اوكي بس كده تمام 100 100 كان خلصت الادفايسز، تعالى بقى ايه نعمل سيف، انا مش عارف حاجه اعمل سيف بس اهو، واروح هنا في التشيك اشيل ده فاكرين ارقام خلينا بس ايه نفتكر الارقام كده كان
يعني معلش تعال تشيل ده برضه اهو. او كان الماكسيمم 1.76 في 10 اس ماينس 5، الافريج 5.01 في 10 اس ماينس 6. يعني حاولوا ايه تفتكروا كده، ممكن حتى والله خدها كصوره، هي ممكن تبقى مختلفه على فكره، يعني مش لازم تطلع نفس الارقام، بس الاقصى والادق اللي احنا لسه عاملينها اللي هي الدايركت مش هنقدر نحسبها بايدي يعني. اوكي حلو، فانا هاخد ده بقى كله وامسحه واروح هنا اعمل سيف واعمل اكسبورت اهو اف دي اس، واروح برده اسيفه هنا تمام كده. واروح هنا هتلاقيه هو في نفس الباس اللي هو شيك ده، انا هاخد بس نفس الكوبي للكوماند اللي انا عملته، هو نفس الفايل مثلا ما غيرتش الفايل اهو، ورن تاني. هاي رن تاني بقى من جديد، فايل هيبدا بقى من جديد يرن تاني اهو، زي ما انتم شايفين كده يبدا الفايلات تتخزن اهو، وبدا يسيب اول حاجه خالص اهو تمام. وبرده نرجع لما يخلص ال 100 سنه نشوف الطريقه الثانيه لحساب بقى الاف اي دي اللي هو فراكشنال افكتيف لوس. تمام هو كده خلاص خلص ال 100. كمان تعالى بقى نشوف المره دي هو عمل لنا ايه. بص بقى المره دي هو احنا عندنا قسنا ثلاث حاجات، اول حاجه خالص معانا التايم، معانا السي او، معانا السي او 2 صح كده اهو، ومعانا الاو 2 تمام. بص انا مش محتاج العناوين دي في حاجه، بس انا خلاص عرفت سي او، سي او 2 او 2 صح كده حلو قوي. اول حاجه خالص انا محتاجها هي ايه، ان انا ممكن اصلا اخلي كل دول يعني جنرال الاول تمام حلو قوي. تاني حاجه انا محتاج ان انا انسرت كده تمام كده، انا عايز احول التايم ده لمينت لان التايم ده بالثواني صح، فاقسمه على 60 حلو قوي. واروح هنا ماشي اهو دبل كليك حلو قوي، بس طبعا لازم اخد الكلام ده كوبي، اروح قبل ما اعمل كوبي اروح انا انسرت باخد ده كوبي، انا بروح اعمل كده بحب اعمل كده هو 1 2 3 ليه بقى، انا امسح دول انا مش عارف دول في حاجه بالظبط كده حلو كده التايم بالمنت ماشي. برضو نعدي دول او لا ممكن هنا نبدا من هنا، انا معايا التايم بالمنت صح كده، عايز بقى اجيب السي او الفي او الفوليوم او الاف اي دي بتاع السي او ده بيساوي كام؟ تعال نشوف بيساوي 3.317 في 10 اس ناقص اه عشان بالعربي اوكي ناقص 5 مضروبه في ده صح كده اس ماشي 1.036 مضروبه في الفي. الفي هو قال لي ان هي بتبقى في حدود كام 25 لتر بالمنت، هو عايزها كده يعني هو 20 لتر بالمنت اوكي، هي ما فيش اي مشكله. طب 25 تمام حلو قوي، مضروبة في التايم اللي هو ده، مضروبة في التايم اللي هو ده تمام كده على الدي. الدي قال لك ان هي في حدود 30% اللي هي حوالي كام بوينت 3 صح كده، اللي هي بتبقى ايه اكسبوجر توز اللي بتبقى حوالي كام بوينت 3، فانا هحط هنا سوم على بوينت 3 تمام حلو. بس واعمل كده كده انا جبت ال في اي دي بتاع السي او حلو قوي حلو. فاضل الفوليوم بتاع سي او 2 اوكي سي او 2 حلو قوي. هو بيقول لك ان هي تبقى اكسبوننشال، انا اكسبوننشال اهو اكسبوننشال هنا تمام اكسبوننشال ايه 0.1903 صح كده، مضروبه في السي او 2 اللي هو ده تمام، مضروبه في 100 البرسنتج بتاعه خلي بالك تمام، بلس 0.2.3 اصفار 4 تمام كده في القوس واقسم على 7.1 حلو قوي ماشي حلو ده معايا الرقم ده ماشي. اخر حاجه بقى O2 تمام، هي بتساوي التايم تمام خلينا هنا على قوس اكسبوننشال تمام اهو مفتوحه من هنا اهو ماشي اكسبوننشال بقى ايه 8.13 ناقص 0.54 مضروبه في افتح قوس 20.9 ناقص ال O2 اللي هو ده مضروبه في 100 صح كده، بس واقفل القوس هو كده بس تمام شد كده 100 100. تعالوا بقى نشوف هو عايز بقى ايه الاف اي دي بقى بيساوي ايه، الاف اي دي بيساوي سي او في سي او 2 بلس الاف اي دي او 2، يبقى ده مضروب ده مضروب في ده بلس ده وشد من هنا تمام. تعالوا بقى نشوف كده، انا وقفت هنا اهو حوله بس للساينتفك عشان اشوفه كبرضه برسنتج حلو اهو. بص بقى الماكسيمم 5.32 في 10 اس ماينس 4
والافريج 3.0 في 10 اس 4. بص فاكرين ده كان كام؟ 1.7 في 10 اس 5 و3 يعني ايه 5 في 10 اس 6. طبعا في فرق، في فرق. مين افضل، مين ادق؟ والله بس على حسب الطريق. يعني هنا ده بيشتغل بالاف اي دي اللي هو بيجيبها على طول ده. هنا مثلا انا حسبناها بالاس اف بي اي، تمام؟ اي ثينك ان هو البايرو سيم بيشتغل ان اف بي اي، اللي هو مش اس اف، من الاس مش الاس اف بي اي، تمام؟ طب هل في فرق؟ والله بص انا شايف الاثنين ما دام في الرينج المقبول اللي هو مش معدي الواحد او يعني، فانا امان يعني، انا كده في الامان، والارقام قليله قوي اصلا، تمام؟ فاي طريقه منهم انت عايز تعمل ايه؟ شوف اللي انت عايزه واعمله، اوكي؟ يا رب يكون الفيديو مفيد، وان شاء الله نتقابل في الفيديوهات الجايه باذن الله. السلام عليكم.